انا غنمشي لهذه القضيه ديال اماره المؤمنين والملك. وانا كنعتقد المغاربه اليوم سابقا كل شيء كان كيقول بان الملك كيدير اللي بغى، عندنا ملكيه تنفيذيه، وان الوزير الاول موظف او كيرسل. اليوم تنبغي انا الشباب والمغاربه يعاودوا يقراوا المشروع ديال الدستور، يعاودوا يقراوه جيدا. انا ماشا نقول الملك علاش تخلى، غنقول اشنو هذاك علاش تخلى، يمكن نجيو أو تم تحديدها، نجيو نتذكروا عليه. اليوم اصبحت امام حكومه حقيقيه، حكومه حقيقيه، يعني يمكن لا بغيتوا لا عندنا الوقت نتكلموا عليها، وهذا مقارنه مع السابق اللي ما كانش حكومه حقيقيه، من التنفيذ، من التعيين، من الاشراف على المؤسسات، العمال والولاة الاقتراحات ديالهم، السفراء، المحاسبه الى غير ذلك. انا ماشي فور تاكيلات البنطلون. سي سون ماري كي سومي سي با